السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. التقى مساء أمس السبت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة بنائبه محمد حمدان دجلو، واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد وقرارات تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد. كما تناول الاجتماع سير العملية السياسية وضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها. أصدرت القوات المسلحة بيانا للشعب السوداني أكدت فيه التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، والذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها، نافية الحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي. امتدح والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة الحفاوة الأوغندية والبرنامج الذي أعدته مدينة كمبالا، والذي كشف عن مجالات عديدة يمكن أن تشكل أساسا للتعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك في ختام زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت. من جانبه قام عمدة كمبالا بتكريم والي الخرطوم معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين، ومبديا استعداده للتعاون مع الخرطوم في كافة المجالات وتطوير العلاقة إلى اتفاقية توأمة مشتركة. انطلقت بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية اختصاصي الطب الباطني السوداني، والذي يأتي تحت الشعار من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية في الفترة من 11 من مارس إلى 13 منهم. وأكد وزير الصحة الاتحادي المكلف هيثم محمد إبراهيم خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهمية تعاون الجميع من خلال وضع وتطبيق البروتوكولات العلاجية، وداعيا إلى الاهتمام بالبحوث الصحية والتمويل والتوجيه السليم للموارد، مشددا على ضرورة العمل عبر المجالس الاستشارية باعتبارها هي البوابة التي توجه الدولة إلى خدمة الصحة، مشيرا إلى أهمية حوكمة القطاع الصحي وولاية وزارة الصحة على الشأن الصحي. أكد استشاري القلب المفتوح للأطفال بالسودان عمر ابن عوف على أهمية توطين العلاج بالداخل وتدريب الجراحين داخل وخارج السودان. جاء ذلك خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية السودانية لجراحة القلب والصدر، مؤكدا أن السودان مؤهل بواسطة كوادره للقيام بكل أنواع الجراحة داخل السودان. من جانبه قال رئيس الجمعية السودانية لجراحة القلب والصدر الدكتور فتح الرحمن حسن أن الجمعية تهدف إلى ضم جميع جراحي القلب في السودان وكل التخصصات العلمية لتقديم الخدمة في مجال القلب، وقال إن الفترة القادمة ستشهد إصدار مجلة علمية تهتم بنشر كل ما يهم أمر القلب، مؤكدا رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة.